دجلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح. مستمعي الحبيب، أخلص توحيدك لربك لينشرح صدرك، فبقدر صفاء توحيدك ونقاء إخلاصك تكون سعادتك. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وما لا بد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. أبسط وجهك للناس تكسب ودهم، وألن لهم الكلام يحبوك، وتواضع لهم يجلوك. ادفع بالتي هي أحسن، وترفق بالناس، وأطفئ العداوات، وسالم أعداءك، وكثر أصدقاءك، وخالق الناس بخلق حسن. وكل جراحة فلها دواء، وسوء الخلق ليس له دواء، وليس بدائم أبدا نعيم، كذاك البؤس ليس له بقاء. ولله در القائل، إما زت الناس أخلاق يعاش بها، فإنهم عند سوء الطبع أسواء. إذا جاريت في خلق دنيئا، فأنت ومن تجاريه سواء. حافظ على الخلق الجميل ومر به، ما بالجميل وبالقبيح خفاء. إن ضاق مالك عن صديقك، فالقه بالبشر منك، إذ يحين لقاء. نعمتان خفيتان، الصحة في الأبدان، والأمن في الأوطان. ونعمتان ظاهرتان، الثناء الحسن والذرية الصالحة. الأمن أمهد وطاء، والعافية أسبغ غطاء، والعلم ألذ غذاء، والحب أنفع دواء، والستر أحسن كساء. دجلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح.